قالت الخدمة الصحفية بوزارة الطوارئ الروسية اليوم الأحد أن حريقا حدث في جناح تجاري مؤلف من طابقين في سوق كلاسيك بمدينة روستوف الروسية. وجاء في بيان الوزارة أن مساحة الحريق كانت 200 متر مربع في القسم الأوسط من الجناح عند وصول رجال الإطفاء، وفي الوقت الحالي وصلت مساحة الحريق إلى 3000 متر مربع، وتم تصنيف الحريق في المستوى الرابع من حيث الصعوبة. حتى الآن لم يتم تسجيل أي إصابات. تابعونا ليصلكم المزيد من التفاصيل حول هذا الحريق الضخم.